هل أكل المصريين لحم البشر والقطط والكلاب قبل كده؟ تعال يا صديقي لك إن ده حصل فعلا طب إمتى؟ وليه؟ وإزاي؟ أولا حصلت إمتى؟ حصلت في عهد الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر بالله وعرفت بالشدة المستنصرية طب سببها إيه؟ سبب هذه الشدة هو انخفاض منسوب مياه نهر النيل لمدة سبع سنوات متواصلة من سنة 457 هجريا حتى 464 هجريا الأمر الذي أدى إلى انعدام الزراعة وخراب البلاد وموت أهل مصر جوعاً وانتشرت أعمال السلب والنهب وعمت الفوضى واشتدت تلك المجاعة حتى لم يجد فيها الناس شيئاً يأكلوه فأكلوا الميتة والبغال والحمير وذكر مؤرخون ان الشده المستنصريه من اشد المجاعات التي حدثت بمصر منذ ايام يوسف عليه السلام فقد اكل الناس بعضهم بعضا واكل الدواب والكلاب وقيل ان رغيف الخبز بيع بخمسين دينار وبيع الكلب بخمسه دنانير كما روي ان الاحباش كانوا يتربصون بالنساء في الطرقات ويخطفوهم ويقتلوهم وياكلوا لحمهم